ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا وألف صحة وعافية. الحمد لله المنعم المتفضل القائل في محكم التنزيل، وبعد بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وكما قال نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. أصالة عن نفسي وإخواني ونيابة عن أبناء عمومتنا، أبناء المرحوم بإذن الله، العم والأب الغالي على قلوبنا جميعا الحاج عبد القادر أبو هادية، والذي لا يسعني ذكر اسمه دون الترحم على روحه الطاهرة، ولعم العريس المرحوم بإذن الله الأخ أحمد أبو جهاد، ولروح أموات المسلمين جميعا. أسمعونا قراءة الفاتحة أثابنا وأثابكم الله. نرحب بكم ضيوفنا أجمل ترحيب، ونقول لكم جميعا: لو تعلم الدار من قد سارها فرحت واستبشرت ثم باست موضع القدم وأعلنت بلسان الحائل قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. ضيوفنا الكرام، يا من شرفتمونا بحضوركم الميمون من شتى الأماكن والولايات، وتحملتم مشاق السفر لتشاركونا فرحنا، وكذلك لن أنسى أهلنا وعزوتنا من كاليفورنيا في هذه الأمسية المباركة، فنقول للجميع: حللتم أهلا ووطأتم سهلا. في هذه الليلة السعيدة نحتفل فيها بعرس ابننا الغالي حمزة عبد الكريم أبو هادية. زادنا غبطة وسرور بأن تكونوا معنا في تلك المناسبة الجميلة، فلن تكتمل فرحتنا إلا بوجودكم. مرة أخرى نقول لكم شكرا لحضوركم الطيب، ودامت الأفراح حليفة دياركم العامرة، ونتمنى أن نقضي معا وقتا ممتعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.